وينضم إلينا بفقرة بالسياسة اتصال هاتفي النائب السابق مصطفى علوش. مساء الخير دكتور مصطفى. مساء النور. اليوم السؤال الذي يفرض نفسه كتلة المستقبل، يعني يحكى عن سيناريوهات عديدة، أولها أن السيناريو الأول أن كتلة المستقبل لن تذهب نهار الاثنين وتسمي سمير الخطيب، وقد تترك الحرية للنواب لتسمية الرئيس سعد الحريري. ما صحة هذا الكلام؟ يعني هذا كلام في كثير من التوقعات من دون ما يكون في وقائع حقيقية. رئيس الحريري على علمي أنه تبني لترشيح سمير الخطيب لا يزال قائم، ولكن الشيء المؤكد هو أنه التسوية أو الفاكج، خليني أسميها الحزمة من الأمور المرتبطة بتسمية الخطيب، مكمنة واضحة بالكامل لدرجة أنه يصير في تبني من قبل الكتلة. شو هي هاي الحزمة؟ في حزمة لها علاقة بكيفية توزيع الوزارات، طالما فتح المزار اوكي، ففي الكلام الأساسي أنه الأحزاب قبل كل شيء الشخصيات اللي بدها تسميها هي تكون من نوع خفيف الظل. الشيء الثاني هو إعادة تدوير الوزارات، وأنه يعني مش أنه والله واحد موظف بمكتب وزير لنقول أو مكتب مسؤول فينا نسميه تكنوقراط ونحطه بموقع معين، يعني في تفاصيل يعني معين. هذه الحزمة إذا سقطت من هلأ للتنين من بكرة بتصير كتلة المستقبل في حل من التزام بسمير الخطيب؟ عم جرب هيك تقول أول شيء على كتلة المستقبل أنها تجتمع لتناقش الموضوع. يعني حتى الآن أمتى رح تجتمع بكرة؟ سعد الحريري المفروض هيك. طب استاذ علوش، عنا سؤال لك. اليوم الرئيس الحريري يقول انه لا يريد العوده الى رئاسه الحكومه، وانه هو يغطي سمير الخطيب كمرشح لرئاسه الحكومه، ليه حتى الساعه بعد ما اعلن هذا الموضوع بشكل رسمي، علما انه الواضح انه في عدد من النواب والكتل النيابيه ناطره الموقف الرسمي لتيار المستقبل للتاكد من انه هناك اجماع وطني اذا بدك حول سمير الخطيب؟ ليه الرئيس الحريري لحتى الساعة بعده عم بناور، وشو هو الاجتماع اللي لازم يكون آخر دقيقة عم بيصير إذا هو فعلياً داعمه لسمير الخطيب؟ أنا بعتقد إني جاوبت على السؤال بس رح أرجع أعيده للتأكيد. نتمنى الدعم لسمير خطيب هي مستند إلى حزمة من الأمور لم تتضح بعد، يعني عملياً مبنية على وعود بهالتوجه هيدا، لكن بأكد أنه في أمور لها علاقة بالأحزاب الأخرى. يعني نحن قررنا أنه ما يكون عندنا ولا سياسي داخل الحكومة ولا حتى يعني يكون من الأخصائيين يكون من تيار المستقبل. مبدئيا يمكن يتم تشكيل اسم لا أكثر ولا أقل، بس بغض النظر الأحزاب الأخرى موقفها من واضح بهالشكل هيدا، وبالأخص أنا بأكد على التيار الوطني الحر أيضا، مسألة وزارة الطاقة، مسألة وزارة البيئة، الشخصيات اللي بدها تكون موجودة فيها كلها هيدي بعدها غير مكتملة لحتى نقول إنه الحزمة هي كاملة. التفاهم على الاسم بعده موجود، لكن حزمة الاتفاقيات بعدها ما موجود. إيه فعليا هالقد معتبرين القوى السياسية إنه في وقت تتفقوا على هيدي الحزمة وقت البلد عم ينهار اقتصاديا؟ يعني ما بعرف هيدا الأسلوب اللي بعده معتمد بتشكيل كل الحكومات اللي سبقت، كيف بوضع هالقد استثنائي بعده عم يتم اعتماد الأسلوب نفسه؟ يعني ما في، يعني كثير حلو هذا الكلام وبعرف اللوم هيدا تقليدي يعني على كل الأحوال، لكن بدي أذكرك إنه بالنسبة لنا نحن كان الحل واضح بحكومة من الاختصاصيين، فليرأس اختصاصي او يرأس سعد الحريري ما فرقانه، لكن ما طل بهالموضوع هيدا. هي القوى السياسيه ذاتها اللي بعدها عم تروح تجر بهالامور هيدي. نحن الحل واضح بالنسبه لنا، حكومه من الاختصاصيين مثل ما الناس عم تطالب، ومثل ما بنلاقي انه المنطق بيقول بعد فشل كل التركيبات السابقه. قد ايه صحة الكلام انه بالاخير رح تكون العوده عوده رئيس الحريري الى رئاسه الحكومه وجبران باسيل وزير فيها؟
بتمنى انه هالشيء ما يصير، هذا اللي فيني اقول لك اياه. بس ما بتجزم يعني انه هذا الشيء ما رح يصير؟ بتصور انه ما رح يصير وبتمنى انه ما يصير. اذا صار بيكون تراجع كبير بموقف الرئيس الحريري. بيكون مثل واحد عم يطبق الرصاص الرحمي على حاله. ان شاء الله ما يطلع. طيب واليوم شو رايك بقصه بالطرح اللي عم ينقال، يعني اذا التنين راح سيناريو اخر وكان تيار الوطني الحر الذي يبدو انه كمان في معلومات اخرى تقول انه بطل في حماس لتسميه سمير الخطيب وتحضير اسم اخر يطرح مثلا فؤاد مخزومي، هل تيار المستقبل في حال ذهب نسلم جدلا نهار الاثنين بغض النظر مين خرج الاسم هو سيذهب الى يعني الصدام والحكي عن عدم تغطيته سنيا للرئيس وكل هذا الكلام؟ لا، القرار عن تيار المستقبل عن سعد الحريري انه من يتم تسميته بيكون رئيس وزراء مكلف رفع السطر، ومن بعدها فليؤلف الحكومه، وبس يؤلف الحكومه يا اما من شكل الحكومه بنروح على المعارضه او ايضا من شكل الحكومه بنعطي فرصه ل 100 يوم قبل الذهاب الى المعارضه، اذا نجحت الحكومه بيكون هذا عظيم. يعني انتم ما راح يتغير المستقبل ما راح يفتعل مشكل اذا كان الاسم مش سعد الحريري او الاسم الذي يدعم؟ لا بالعكس، يعني مثل ما حكينا المشكله هي بشكل الحكومه مش باسم سعد الحريري او سمير خطيب او اي شخصيه اخرى تطرح. دكتور علوش بدي اسالك سؤال، هل اليوم الرئيس الحريري او خليني اقول الثنائي الشيعي حريص على زعل الحريري اكثر من التيار الوطني الحر؟ هل الخلاف فقط مع التيار الوطني الحر اليوم؟ باكد لك انه ما انا علاقه لا بزعل ولا اخذ على خاطر، انا علاقه بمصلحه سياسيه. في امور لها علاقه بغطاء معين على المستوى الدولي على المستوى ايضا المحلي. هيدي مرتبطه بالامور، والا انا لاقول لك انه والله ما رح ينام بالليل امين عام حزب الله او رئيس مجلس النواب اذا سعد الحريري ما كان مبسوط، اكيد ما له علاقه بالطبيعي. بس الرئيس هون بنام. وليش كمان ما بعرف وليش هالاصرار برايك ليرجع رئيس حكومه من قبل حزب الله؟ من الاسباب اللي قلتها، في امور قادر هو يقوم فيها واي شخصيه اخرى ما قادره، بالوقت ذاته نظريا بيكونوا امنوا نوع من غطاء. يعني هيدي بتاكد انه اليوم في ربط، يعني ربط النزاع بين حزب الله والرئيس سعد الحريري وانه يعني ماشي الحال كان بين الطرفين. خليني اقول لك سعد الحريري هو اللي قال انه رابط نزاع، وربط النزاع هو مرتبط بالقضايا المحليه اللي لها علاقه بمصالح الناس بالاستقرار وبالشان الاساسي هي الاقتصاد. اما لا اسمه رابط نزاع لانه النزاع لا يزال قائم على المستوى الاخر اللي هو على مستوى الخلاف على سوريا على العراق على اليمن على السعوديه على ايران على كل هالامور هذه، وبالتاكيد نعم. على مساله المحكمه الدوليه. شكرا لك دكتور مصطفى علوش عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل على هذه المداخله. فاصل اخير ونتابع بعده يوميات الثوره.